سمح فضيلتك. بارك الله فيك، تفضل. السؤال الأول، أحسن الله إليكم، ما حكم مشاركة الكفار في أعيادهم، لا سيما ما يتعلق منها بعقيدتهم ودينهم؟ الحمد لله، وبعد لا تجوز مشاركة الكفار في أعياده، لأن هذا إقرارا لهم على إحداثهم، وإقرارا لهم على كفرهم بالإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسباب الفتنة بهم، وقد تكون العقوبة والعياذ بالله زيغ القلب، زيغ القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز هذا أبدا. وقد يكون في أحوال من باب دفع شر الشرين والمحافظة على خير الخيرين لفئة من ينتسب للإسلام ومن أهل الإسلام، لأحوال تقتضي ذلك، وهذا مطلوب، هذا من مقاصد قواعد الشريعة، لكن ليس هذا للعامة، وليس لهذا لمن يقتدى به، وليس لهذا من هذا لمن اغتبط بالإسلام وعرف ضلاله أهل الكفر. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي بيده، اسمعوا، والذي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وهذا تراه يقطع كلام يدور على الناس بوسائل التواصل، يشككون في كفر الكفار والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. طيب، إذا كان هذا في اليهود والنصارى اللي ينتسبون الكتب السماوية والشرائع السابقة، فكيف بغيره من أهل الإلحاد والوثنيات والجاهليات؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أنه ينزل في آخر الزمن ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خليفة له في آخر أمته، ما هو بشريعة التوراة ولا الإنجيل. انتبهوا لهذا الأمر، لا تتساهلوا. كيف تغتبط بالإسلام وتصنع بمجاملة المغضوب عليهم والضالين واللي هم أسفل منهم بعد من أهل الوثنية والشرك وعبادة الفروج والشهوات والحجارة والأموات والخنازير والكلاب والنجوم وغير ذلك؟ كيف هذا؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والذي يهون يهون عند الله عز وجل، ويسلط الله عليه من يهينه في حياته ويذله. احذروا احذروا احذروا. نعم.